تحت عنوان القوات المسلحة الجنوبية في الذكرى 51 لتأسيسها، ماضيها وحاضرها وآفاق المستقبل، أقام المركز الإعلامي للقوات المسلحة بالهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي حلقة نقاشية شارك فيها نخبة من قيادات الجيش الجنوبي. يقيم المركز الإعلامي للقوات المسلحة الجنوبية في الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي حلقة نقاشية عن تاريخ القوات المسلحة الجنوبية بمناسبة الذكرى 51 لتأسيسها. هذه الحلقة تتناول أوراق ورقتي عمل عن ماضي وحاضر وآفاق المستقبل للقوات المسلحة الجنوبية، وكذلك تتناول الورقة الثانية حول البناء المعاصر لقواتنا. لنحتفي بهذه الذكرى مع مؤسسي الجيش الجنوبي ومع قواتنا المسلحة الجنوبية، وسنستمر في الإمام في التطوير والبناء إلى أن نستعيد دولتنا ونبني دولة مدنية حديثة نفاخر بها بين الشعوب والأمم، ويعتز بها أجيالنا القادمة بإذن الله تعالى. الحلقة النقاشية تطرقت إلى الإرث الكبير الذي حظي به جيش القوات الجنوبية سابقا، وتناولت كذلك كيفية الاستفادة من البصمات المتميزة له وتجاوز السلبيات وكيفية بنائه بما يتناسب وحماية الأرض الجنوبية ودول الجوار. بالنسبة للماضي القوات المسلحة، نحن ورثنا من الاستعمار عدد من كتائب الجيش التي كانت تسبب جيش اللاوي، عددهم حوالي 6 كتائب. كانت مهمتها التمركز في عدن، والأخرى في دار القنيمي باتجاه الصبيحة، والثالثة تقريبا في اتجاه الضالع، ثم مكيراس وعتاق قبيحان. هذا بالنسبة للجيش القديم. طبعا الجيش القديم ورثنا منه الإدارة طيبة، وهم لن يعني أنهم أعداء للثورة. هي دورة ذات أهمية كبيرة، ولها أبعاد ثقافية، ولها أبعاد سياسية، ولها أبعاد عسكرية، وهي في حد ذاتها عمل جبار نحن نفتخر به في هذا الظرف الذي نمر به. والحمد لله على كل حال، نحن على أمل كبير بأن المستقبل مبشر بنور وتنوير في جنوبنا الحبيب، وهو عدن التنوير. أهمية هذه الحلقة النقاشية تتجلى في كونها تعزز الجوانب المهمة في تأسيس الجيش الجنوبي بالاستفادة من قيادات الرعيل الأول التي وضعت لبناته الأولى ليصبح آنذاك جيشا عظيم، واليوم يتواصل البناء للجيش الجنوبي الذي يواصل حماية الأرض وصيانة الوطن، صانعا البطولات وداحرا للأعداء. صالح حنش، الغد المشرق، عدن.